بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم على الويلدنج والويلدد كونكشنز. طيب نايت دي مجموعة المواضيع اللي احنا المفروض هنتكلم عليها، ودي متقسمة على محاضرتين. المحاضرة الاولانية هنتكلم فيها على ويلدز بروسيسز ميثودز، اللي هي طرق اللحام او طرق عمل اللحام المختلفة. الحاجة التانية السيفتي. الحاجة التالتة ويلدز ترمينولوجي، اللي هي الكلمات اللي بنستخدمها في عملية اللحام. بعد كده الويلدز ديفكتس، ودي في الحقيقة انا مش هتكلم عليها، انما انتوا اللي هتتكلموا عليها وهنعرف ازاي بعد كده في اخر محاضرة. الويلدز انسبكشن ميثودز، اللي هي طرق فحص اللحام. وبعدين نبتدي الجزء الثاني اللي هو الويلدز سترينث، اللي هو ازاي بحسب مقاومة اللحام والديزاين اوف ويلدد كونكشن في التراسز. طيب نبتدي باول حاجة، ايه هو اللحام؟ انا قلبت السلايد. ايه هو اللحام ستراكشر ويلدنج؟ اولا اللحام ده ممكن يتم فين؟ ممكن يتم في الوركشوب او في السايت. تمام، ممتاز جدا. اغلب المصنعين يحبوا ان يعملوا لحام. طب ليه اغلب المصنعين او المصنعات تحب تعمل لحام؟ لان لو في مشكلة في المسامير، ما هو البديل بتاع اللحام هو البولتس او البولتينج. لو في مشكلة في البولتينج بتبقى مشكلة كبيرة، بتبقى مشكلة كبيرة. لو في الثقوب بتاعة البولتينج مش متوافقة مع بعضيها، دي بقت مشكلة. انما في اللحام بيلحم، بيحرك الاماكن قصاد بعضيها، ممكن بيلحم حتى لو كانت المقاسات غير متوافقة، وده خطأ طبعا، خد بالك. بالاضافة الى ان البولتينج بيبقى مكلف اكتر من اللحام العادي، خد بالك. يعني ايه اللحام العادي؟ هو في لحام مش عادي؟ لا، هو اللحام كده كعملية لحام ممكن يبقى عملية رخيصة بالمقارنة للمسامير، لكن لو هتعمل لحام وتعمل انسبكشن عليه تفحصه، وبعدين الحاجات الغير مطابقة تكسرها، وبعدين ترجع تعيد اللحام تاني، بتبقى عملية مكلفة. ودي غالبا بتتم في المنشآت البترولية والمنشآت اللي هي ذات طبيعة خاصة. عموما احنا بنحب ان زي ما قلنا اللحام بيكون في الورشة او في الموقع. لا، احنا نحب ان يكون اللحام في الورشة والمسامير في الموقع. يعني ممكن ألحم عدة أجزاء مع بعضيها في الورشة وانقلها كلها مع بعضها واربطها مع جزء تاني في الموقع بالمسامير. ليه بقى بحب ألحم في الورشة مش في الموقع؟ لأن في الورشة بقدر أتحكم في البيئة اللي بيكون بتتم فيها عملية اللحام. بمنع الهواء، بمنع الأتربة، بمنع المية، بمنع الأمطار، بمنع التلج، بقدر اتحكم في البيئة اللي بيتم فيها عملية اللحام. بينما في الموقع ما بتقدرش تتحكم. الراجل قاعد على الكاميرا، على الكاميرا فوق في الدور الثاني في الدور الثالث، ومعاه المسدس بتاع اللحام وقاعد بيلحم، حصل هواء، حصل تراب، مش هيقدر يتحكم في هذا الموضوع. عملية اللحام نفسها دي بقى عبارة عن ايه؟ لو قلبنا السلايد هنلاقي ان في الفلانج ملحومة في جاسيت بليت اخد شكل مثلث، وخد بالك جسم اللحام اللي هو بيلمع كده شوية، وهتلاقيه بارز عن الاتنين، بارز عن الفلانجة وبارز عن الجاسيت بليت، اخد بالك. طب ايه بقى جسم اللحام ده بيتكون من ايه؟ فكرة اللحام ان احنا بنعمل فيوجن، يعني بنولد درجة حرارة عالية جدا، بحيث ان الاجزاء المطلوب لحامها بتتحول من حالة، جزء منها بيتحول من حالة سائلة الى حالة صلبة، من حالة صلبة الى حالة سائلة. طيب ممتاز جدا، يبقى اصبح الجاس بليت جزء منها بقى سائل، والفلانج اصبح منها جزء بقى سائل، والاتنين اختلطوا مع بعض. وكمان بضيف لها ماتيريال من برة اللي هو بالبلدي بنسميه سيخ اللحام، اخد بالك، برضو بينصهر، بيعمل مادة اضافية
بيكون جسم اللحام اللي انت شايفه اللي هو بارز عن الاتنين دول، التلاتة بيختلطوا مع بعض وبيتصلدوا مع بعض وبيكونوا جسم واحد وبيعملوا ايه؟ جسم اللحام. نشوف مكتوب عندك في الجملة ايه؟ welding is the process of fusion multiple pieces of metal together by heating the filler metal to a liquid state، يعني كله اتحول الى liquid state وبعد كده ابتدى يتجمد تاني مع بعضه. نقلب الـ 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 الشريحة او سلايد ونبص بقى نتكلم على الطرق المختلفة لعمل اللحام. اول طريقة احنا بنقول عليها اللي هي ابسط طريقة المانيوال ميتال ارك ويلدنج اللي هو باستخدام القوس الكهربائي. انت شايف في الصورة الراجل ماسك الجن او ماسك الماسك بتاع الالكترود، والالكترود موجود عندك اهو اللي هو عبارة عن، نقلب السلايد هنلاقي صورة للالكترود اللي احنا كنا بنتكلم عليه، والالكترود ده اهو مكتوب الكترود ماتيريال ماست هاف ات ليست ذا بروبرتيز اوف بيس ميتال. طبعا احنا قلنا الالكترود، خد بالك بص شوف طرف الالكترود باين على ايدك الشمال، شايف على الشمال باين ان هو معدن وبعدين حواليه طبقه من الماده اللي هو متسجله عليها الرقم ايه بتاع. نيجي نشوف النوع الثاني من انواع اللحام اللي اسمه فلكس كورد ارك ويلدنج. خد بالك من الاسم فلاكس، احنا قلنا الفلاكس موجود في الميتال ارك ويلدنج ان هو بيلف بيكون ملفوف زي عجينه من الاول حوالين سيخ اللحام وبينشف بيبقى جزء منه. دلوقتي ده بقى فلاكس كورد ارك ويلدنج. هنا المكنه بتاعت اللحام، هنا المكنه بتاعت اللحام اللي هي صورتها موجوده على ايدك اليمين تحت، دي مكنه اللحام. وبعدين بص فوق مكنه اللحام في بكره هنا، والبكره دي هي اللي عليها سلك اللحام اللي هو الميتل بتاع الالكترود، تمام كده؟ طيب السلك ده بيتغذى او بيدخل جوه ايه؟ خرطوم زي ما انت شايف في الصوره اللي فوق، وفوق في الاخر في نزل بيبقى طالع منه سلك الايه؟ اللحام. لكن خد بالك هنا بقى سلك اللحام ده مجوف. تعالى بقى نبص على الصوره اللي موجوده على ايدك الشمال. طيب لو جينا بصف النوع اللي بعد كده اللي هو اسمه submerged arc welding اللي هو بيرمزوا له بالاس اي دبليو. طيب في submerged arc welding ده بيتم يا اما اوتوماتيك يا اما سيمي اوتوماتيك. يعني ايه بقى اوتوماتيك وسيمي اوتوماتيك؟ بتلاقي وحده اللحام، عربيه اللحام زي العربيه اللي في السلايد اللي فاتت، لكن العربيه بتاعت submerged arc welding بتمشي على قضبان، بتمشي على قضيب على الارض او على حاجه محطوطه جنب الحاجه اللي انت بتلحمها، والحاجات اللي هي بتتلحم انت بتحطها وبترصها قصاد بعضيها وبتثبتها بحيث انها ما تتحركش من مكانها. وبعدين الصوره موجوده على ايدك ايه؟ اليمين. على ايدك الشمال بقى خد بالك بص عندي حاجه مهمه جدا، اتجاه الحركه بتاع ال دي حاجه هنشوفها في بعد كده. تعال نشوفوا الجاز ميتال ارك ويلدنج. جزمة الارك ويلدنج تسميته ممكن اسميه الميج ويلدنج. ده سريع اقتصادي، ما بحطلوش فلاكس، ما بحطلوش فلاكس. امال بتحط له ايه؟ بحط له غاز. الغاز بيبقى اول اكسيد الكربون اللي هو بياخد من منطقه اللحام اكسجين او من حوالين منطقه، ويبقى ثاني اكسيد الايه؟ الكربون، وطالع بره وحمى منطقه اللحام من اي ظروف الجويه، وبعدين يبتدي يعمل عمليه اللحام اللي احنا بنتكلم ايه عليها. وده بنستفيد بيه برضو ان انا بعمل بيه اللحامات في الاتجاهات الطوليه. طبعا في انواع ثانيه كتيره من طرق اللحام، ولكن اشهر انواع موجوده عندنا في ايه؟ اللحام. طيب الصورة دي لو قلبت الشريحة هنلاقي ويلدنج اكويبمنت. خد بالك الشريحة اللي على الشمال اللي احنا شفناها الفلاكس كود ارك ويلدنج اللي هي اللحام بقوس كهربائي اللي هي ايه؟ عن طريق ان البودرة بتبقى جوه الكور بتاع الالكترود. المكان التاني اللي انت شايفه بيختلف بقى من الميتال ارك ويلدنج العادي. ده مكان بتاع ميتال ارك ويلدنج. طبعا دي المكان ده بيبقى محطوط تحت، اخد بالك انت، واللحام في الدور الثاني، اللحام في الدور الثالث، ومعاه اللي ماسك بتاع اللحام ومعاه الالكترود حاطه في جيبه ويطلع الالكترود ويبتدي يلحم وتخلص ياخد واحده ثانيه وغيرها.
او بيبقى برضو في الدور التاني والدور التالت وماسك جن، ماسك حاجة زي مسدس، والمسدس ده بيضربه، فالبكرة بتاعت اللحام بتلف ايه من تحت وهكذا. طيب تعال نشوف تأثير الجو. لو قلبنا السلايد هنلاقي weather impacts on welding، يعني تأثير الجو على اللحام. طبعا انا عاوز وانا بلحم امنع اي ظروف جوية ممكن تحيط باللحام، اي جسم غريب مش عاوزه يخش جوه اللحام. اللحام جسم بتاع اللحام اللي ما بين اي حتتين ده ميتال، يعني معدن، يعني ما ينفعش تدخل جواه اي حاجة تانية. ليه؟ لان اي حاجة تانية جوه جسم اللحام هيبقى ايه؟ هيبقى حاجة غير ميتال، يبقى السترينث بتاعها اقل، يبقى هيبقى عامل هنا ايه؟ نقطة ضعف. طيب ممتاز جدا. عشان كده انا بفضل ان انا اعمل عمليات اللحام جوه الورشة، ما اعملهاش في الموقع. المفروض ان انا اعمل عملية اللحام في ما يكونش عندي مطر، ما يكونش عندي تلج، تكون درجة الحرارة ايه معقول. طيب السيفتي بتاع اللحام بقى، طبعا اي عملية لحام مفروض ان الراجل يبقى لابس هلمت زي ما انت شايف، لو انا قلبت السلايد يعني لابس نظارات الجوجلز او فيس شيلد اللي هي حامية الوجه، كمان لابس جلافز ولابس بوتس ولابس حاجة زي المريالة، خد بالك انت شايف في الصورة، اخد بالك انت، وحامي جسمه ونفسه كله من ايه عملية، او يعني لو لا قدر الله حصل اي حاجة في عملية اللحام. لو قلبنا كمان السلايد هتلاقي ان المفروض ان اما تتم عملية اللحام، ما تتم عملية اللحام لازم تكون المنطقة اللي حوالين عملية اللحام متأمنة تماما، ويكون متاخد فيها الاحتياطات اللازمة، علشان ممكن يحصل انفجار لا قدر الله، اخد بالك انت. كمان بيقول لك يجب ان انت ما تبصش بعينيك المجردة لقوس اللحام لانه هيأذي عينك. طبعا في تعليمات كتيرة جدا لعملية اللحام مطلعها الامريكان ويلدنج انستيتيوت، ومطلعاها الاوشا اللي هي جهة الامان للمنشآت الصناعية وخلافه. طيب في عمليات الترميمات بقى، عمليات الترميمات مهم جدا اخد بالك ان اثناء عملية الترميم في شوية عوامل لازم ناخد بالنا منها، مش الراجل يجيب المكنة ويبتدي يلحم وهو فرحان وخلاص، لا. اولا احنا بنفضل الفيلت ويلد في عمليات الترميمات، يفضل ان انت متعملش الحام على الحام. قبل ما اعمل عملية الحام لازم اشيل الزيوت والدهانات والتراب والحاجات دي. لازم يتحسب الاحمال ويتعرف بالظبط ايه هي الاحمال الموجودة والحرارة، وكمان حرارة اللحام دي هتعمل ايه في المكان ده عشان ما يحصلش مشكلة حريق، واتباع التعليمات طبعا اللي ايه اللي مطلوبة او اللي موجود في هذا المكان. هنتكلم بقى على حاجة تانية اللي هي الويلدينج تيرمينولوجي. ايه بقى الويلدينج تيرمينولوجي؟ انت عندك في الصورة دلوقتي لو انا قلبت سلايد هتلاقي عندك خمس اشكال. اول واحد على الشمال من فوق نتكلم على البط السلايد تاني دي هنا بقى، تعال خد بالك شوف اول صورة على ايدك الشمال اللحام اسمه مكتوب تحتيه فيلت ويلد، يبقى ده نوع اللحام ده ايه؟ فيلت ويلد. يبقى انا ملاقي لحام جسمه مثلث او شبه مثلث وطالع بره، وطالع بره الحاجتين اللي انا لحمهم، يبقى ده اسمه فيلت ايه ولد، وده اكتر لحام احنا هنستخدمه وبيستخدم في الظروف العاديه. يعني الصوره اللي بعديها من فوق اللي في النص فول بينتريشن سنجل بيفل جروف ولد، خد بالك بقى شوف بقى اللحام اللي بعديها ده اللي احنا بنتكلم عليه ده برضو مثلث، بس المثلث ده مش بره الاجزاء الملحومه، ده جوه الاجزاء. يعني بص اخد جزء من الايه من الجزء الراسي
اخد بالك انت في اللحام ده بنسميه full penetration groove weld. groove weld اخد بالك، يبقى ايه الاولاني فيلت، التاني ده groove weld. طيب اللي بعديها المثلث صغير مش اخد كامل العرض بتاع الجزء الاخضر، هنا خد بالك partial penetration، يبقى اللي قبليها اخد المثلث اخد كامل عرض او كامل تخانة الاليمنت اللي فوق، فعشان كده بنقول full penetration. انما partial penetration المثلث بتاع اللحام او جسم اللحام خلاص مش اخد كامل العرض، فعشان كده بنقول partial penetration. انما ده برضو في الاخر اسمه groove weld. ليه بقى groove weld؟ لانه مش خارج بره جسم الحاجات اللي انا ايه هلحمها. طب تعالى نبصوا في السطر التاني بقى، في حاجة اسمها plug welding. ايه plug welding؟ افرض ان انا عندي لوح ولوح زي ما انت شايفهم محطوطين فوق بعض، واللوح اللي فوق فيه خرم، خرم كأنه بتاع مسمار، وانا قمت لاحم اللي فوق مع اللي تحت ان انا عبيت مكان المسمار ده، يبقى ده اسمه ايه؟ plug welding. طب بص اللي بعديها، اللي بعديها دي لوحين زي بعض محطوطين قصاد بعض زي البات ويلدنج اللي احنا شفناه فوق، بس البات ويلدنج اللي الطرفين بتوع الاجزاء الملحومه واقفين قصاد بعض، هنا عاملين شكل حرف في واللحام مالي ما بينهم كانه ايس كريم يعني، اخد بالك؟ فده بنسميه ايه؟ دبل في. ده بنسميه دبل في جروف ويلدنج فول بنتريشن. ليه؟ لانه اخد كامل ايه الثيكنس بتاعت الاجزاء المطلوبه. فول بنتريشن لانه اخد كامل الثيكنس بتاع الاجزاء المطلوبه، دبل في لانه عامل شكل في، وجروف ويلدنج لانه مش خارج بره الحاجات زي الفيلت ويلد. ما انا عندي يا اما عندي فيلت يا اما بلاج يا اما ايه جروف ويلدنج. بعد كده بارشال بنتريشن سنجل جي جروف ويلد. طب ليه بارشال بنتريشن؟ لان تخانه اللحام اللي هي باللون الرمادي ديه ما هياش اخده تخانه الجزء الاخضر بالكامل، انما هي جزء، فبنسميها بارشال بنتريشن. طب سنجل جي جروف ليه؟ لان اللحام عامل زي حرف جي، وبعدين جروف ويلد لان ده ايه من جوه جسم اللحام مش بره جسم. تعالى نقلب السلايد. انا اللي يهمني في الحقيقه الفيلت ويلد. تعالى بقى نبص على الفيلت ويلد. الفيلت ويلد على السلايد مره ثانيه. يبقى احنا اتعرفنا على الفيلت ويلد عن قرب، تعالى نبص على الجروف ويلد عن قرب برضو. دي انواع الجروف ويلدز، اخد بالك انت كله فول بنتريشن او مفروض يعني. فانت عندك سنجل بيفل، عندك سكوير، شوف السكوير جروف الرسمه اللي في النص الاثنين قصاد بعض وفي فراغ، والعمليه كانك عامل سكوير. طبعا هو ده مش سكوير، ده ريكتانجلر، لكن المسافه دي بتبقى من 3 ل 4 مللي. نيجي للدبل في جروف، بص عامل في فوق وعامل في تحت، وبرده في فراغ ما بينهم فين؟ في النص، والاشكال موجوده وهي ممليه في السطر اللي ايه اللي تحت. تعال نشوف برضو الفول بنتريشن جروف ويلز. دي اشكال بقى متعدده من الفول بنتريشن ايه جروف ويلز. شوف اول رسمه في اول سطر من فوق بسميه سكوير بات ويلد، وتاني واحده برضو سكوير بات ويلد، وتالت واحده سكوير تي، ورابع واحده سكوير بات ويلد، واشكالهم كلهم مختلفه. بس هي في حاجه بسيطه جدا في الرسمه الثانيه، تعالى نقلب. دي بقى بارشال بنتريشن جروف ويلز. بص لي في السطر الثاني منه، بص لي في السطر الثاني منه، خد بالك ان اللحام يعني في السطر الثاني. ها بص انا هننقل السلايد من ضمن برضو الويتش ترمينولوجي. التاك ويلد، ايه التاك ويلد بقى؟ ده التاك ويلد ده اللي هو بيسميه بلحم بيه لحام مؤقت، اخد بالك، بيسميه طبنيط يعني، بيبنط. يعني ايه بيبنط؟ يعني بيحط اللحام تمام وبيظبط الحته في مكانها مظبوط، وبعدين يقوم حاطط نقط لحام كده عشان ما يفضلش ماسكها، يعني نقط اللحام دي بتمسكها ماسك مؤقت لحد ما تتم عمليه اللحام الاصليه بقى اللي هي كونتينيوس ويلد، اللي بنسميه اللي هو اللحام المستمر، ويلد which extends continuously from one end of a joint to the other، اللي هو اللحام بيبقى مستمر، شريط اللحام اللي انت بتشوفه مستمر. يبقى التاك ويلدنج ده ده لحام كده مؤقت عشان امسك بيه الحاجه واحطها في مكانها. طب الستيتش ويلد اللي انت شايفه في الصوره اللي على ايدك اليمين ده لحام مش محتاج ان انا اعمل خط لحام من الاول للاخر، لان ده هيبقى زياده وتكلفه، فبعمل ستيتش ويلد اللي هي
سلسلة من اللحامات بأطوال محددة متكررة كل مسافات محددة، أخد بالك أنت، وعلى مسافات ثابتة عشان تنقلي القوة اللي أنا عاوز أنقلها من إيه، من مكان لمكان. يبقى يعني أنا عرفت التاك ويلدنج، عرفت كونتينيوس ويلدنج اللي هو الأساسي اللي أنت بتصممه، والستيتش ويلدنج اللي هو لما بيكون عندي الطول كبير قوي والقوة ما تحتاجش إن أنا أعمل لحام بكامل الطول فبعمل ستيتش ويلدنج. طب ننقل السلايد، تعال نشوف الويلدنج بوزيشنز، يعني ايه ويلدنج بوزيشنز. طيب المواصفات المصريه بتقول لك ان احنا عندنا 4 ريكوجنايزد ويلدنج بوزيشنز. اول حاجه الفلات، الوضع الفلات اللي انت شايفه في الصوره على ايدك الشمال من فوق. الفلات ده بيقول لك ايه؟ اولا the face of the weld is approximately horizontal، يعني وش اللحام تمام horizontal افقي. والويلدنج از بيرفورمد فروم اباف ذا جوينت، واللحام بيتنفذ من فوق الوصله. يبقى اول حاجه ان وش اللحام افقي وبيتنفذ من فوق الايه الوصله، يعني الراجل واقف وماسك سيخي اللحام تمام، وسيخي اللحام نازل لتحت ووش اللحام ايه افقي. طب النوع الثاني هوريزونتال. هوريزونتال يعني ايه؟ يعني الاكس بتاع اللحام هوريزونتال زي ما انت شايف في 1 و2. طيب برضو 3، شايف في 3 هوريزونتال، بس خد بالك وش اللحام مش ايه، وش اللحام مش هوريزونتال، انما الاكس بتاع اللحام هوريزونتال. يبقى اللحام ده مش فلات، ولكن اللحام ده هوريزونتال لان وش، لان الاكس هوريزونتال. برضو بص الصوره اللي بعديها اللي هي على ايد اقصى اليمين، هتلاقي ان الاكس بتاع اللحام هوريزونتال لكن الفيس بتاع اللحام مايل، وبالتالي ده ما اقدرش اقول عليه فلات انما اقدر اقول عليه هوريزونتال. بعد كده في فيرتيكال، اللي هو ان الاكس بتاع اللحام فيرتيكال او من فوق لتحت يعني. وبعدين اوفر هيد، ايه بقى الاوفر هيد؟ اوفر هيد معناه ان انا بلحم من تحت لفوق، يعني الراجل واقف وماسك سيخ اللحام وباصص لفوق وباصص لفوق، يعني كان انا سيخ اللحام عندي بيلحم فوقيا، بيلحم فوق راس الراجل اللي ماسك الايه اللحام. طبعا افضل وضع احنا او يعني يفضل في اللحام اللي هو الفلات، ايه الفلات بوزيشن، حتى لو الحاجة ما هياش، افرض ان انا السطح عندي مايل زي الرسمة اللي موجودة على اليمين اقصى اليمين، فبميلها زي الرسمة اللي موجودة في تاني رسمة من على الشمال اللي هي الفلات بوزيشن، اميل الحاجات بحيث ان يطلع السطح بتاعها افقي ويبقى عندي ايه شغال في البلات بوزيشن. نفس القصة لو انا شفت السلايد اللي بعديها، هلاقي عندي ايه فيرتيكال هوريزونتال بوزيشن. فيرتيكال هوريزونتال بوزيشن اللي انا شايفها على اقصى الشمال من فوق، وتحت اللي هو الفلات بوزيشن تاني، وعلى اليمين اللي هو الاوفر هيد ايه بوزيشن. لكن انا هنا بقول لك ايه، بقول لك ان في الاوفر هيد بوزيشن شوف الالكترود، الالكترود ديامتر يكون اقل من 4 مليمتر وماكسيم 5 مليمتر. وكمان الاوفر هيد بوزيشن مفروض ان انا اقلله على قد ايه ما اقدر. طيب فور هاند ويلدنج، هاند ويلدنج اللي هو يعني ايه؟ يعني اللي هو المانوال ميتال ارك ويلدنج اللي هو القوس الكهربائي، الالكترود بيبقى من 4 ل 5 ملي، اخد بالك انت، وممكن 6 ملي في الفلات بوزيشن. طيب الماكسيمم ويلد سايز ان وان ران هيبقى 5 ملي، يعني ده في كوتة الالكترود ب 8 ملي. بس خد بالك من حاجه، ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا ممكن اللحام بتاعي اكونه من كذا ران، يعني يفضل يروح ويجي يروح ويجي، الراجل هيروح ويوقف وبعدين يبتدي تاني من الاول ويروح ويوقف، اخد بالك. يبقى ممكن اللحام عندي يكون من كذا مره. لو قلبت السلايد بقى هيبين لك السيمبلز اللي بتبقى موجوده على اللوحه عشان ابين ايه خصائص هذا اللحام. طب ممتاز جدا، لو بصيت في الجدول اللي على ايدي اليمين من فوق، بص هتلاقي فيه علامة باك وبعدين فيلت، يعني اللي هو النوع بتاعي فيلت ويلد، بلاك اور سلوت ويلد اللي احنا اتفقنا عليه وقلنا عليه بعد كده، وبعد كده جروف ويلد او بات ويلد، وبعدين عندي سكوير وفي بافل يو جي فلير فلير بافل، تمام كده. طيب لو بصيت بقى في السطر اللي تحتيه تمام، هتلاقي العلامة العلم اللي لونه اسود
شايفه الحاجات دي. تعالى نقلب السلايد. آه شفت بقى اللوحة دي، الصورة دي مهمة جدا. الصورة دي اللحام اللي فيها خد بالك متكون. يعني ايه متكون؟ يعني الراجل بيجي يبتدي عملية اللحام وليكن من الشمال لليمين، تمام؟ كنت انت بتعمله بالمكنة. طب هنقلب السلايد. في الحقيقة دي لوحة مهمة جدا، اللي هي ايه؟ انا بص في الصورة اللي موجودة على ايدك الشمال من تحت، دي عبارة عن ويب وفلانج بتاعت كاميرا. هنا خد بالك، بص معمول ايه؟ معمول الفلانج. طيب احنا كده خدنا حاجات كتير في عمليه اللحام، هنتكلم على الويلد انسبكشن. الويلد انسبكشن ليه بنعملها؟ لان في بعض المشاكل بتظهر اثناء عمليه اللحام. ايه بقى المشاكل اللي بتظهر دي؟ انت شايف الصوره اللي قدامك، ان في كاميرا ملحومه في الويب بتاع العمود، وكاميرتين تانيين داخلين على العمود، وبرضه الفلانجات بتاعتهم ملحومه في الفلانجات بتاعت العمود. طيب في بعض الاحيان بيحصل مشاكل في اللحام. زي ايه مشاكل؟ زي حاجه اسمها ليك اوف فيو، زي حاجه زي كفاش مسدود، زي انسفيشن بنتريشن، تمام، كروزيس رونج سايد، يعني اللحام مقاسه غلط، فول ووركمان شيب اللي هي كتيرة جدا وموجودة في عملية اللحام. انا مش هتكلم عليها، ولكن ده بروجكت انا عاوز تلاتة منكم يبلغوا زكي، باشمهندس محمد زكي، يقولوا له ان هم هيشتركوا في المشروع ده. انا عاوز بريزنتيشن عن الويلد ديفكس، تكون مدة البريزنتيشن ما تزيدش عن 5 دقايق، تعتمد على الصورة والشرح لكل حالة من حالات الايه الويلد ديفكتس، عشان نحطها على الجروب عندنا بحيث كل الناس ايه تبص فيها. طيب انا كده هعتبر ان انا اتكلمت على الويلد ديفكتس، وانا حطيت الست انواع دول من الويلد ديفكتس، لكن الست حاجات دول، لكن طبعا في ويلد ديفكتس اكتر من كده. فانا عاوز بقى المجموعة دي 2 أو 3 يشتركوا في هذا الايه البرزنتيشن، في هذه البرزنتيشن، وزكي بلغني بالاسماء، وهنعمل جروب على الواتس ويبعتوا عليه البرزنتيشن دي ونشوفها، وبعدين نحطها لبقية الناس. طيب نتكلم بقى على الويلد انسبكشن. طالما في عيوب يبقى لازم اعمل انسبكشن. تعالى نقلب السلايد، هلاقي الجدول 9.8 characteristics of common weld inspection methods. الجدول ده موجود في الايجيبشن كود او سي ستراكشر، ال ار اف دي وال اي اس دي. اول طرق، اول عمود موجود على ايدك الشمال inspection method، طرق الفحص. يبقى اول حاجه عندي فيجوال اللي هو بالنظر، تاني حاجه عندي دايب بنتريت اللي هي بالصبغه، بعد كده بالماجنتيك بارتكلز، وكمان لسه في طريقتين موجودين هنا في الكود في السلايد اللي بعديها. انما لو جيت بسيط في مثلا في اول حاجه انسبكشن ميثود، جيت مسكت العمود الثاني كاركترستكس اند ابلكيشنز، يعني ايه الشخصيه، يعني تشخيص الطريقه والتطبيق بتاعها، وبعدين الليميتيشنز بتاعتها، فدي احنا عاوزين نبص فيها. برضو المشروع اللي احنا كنا بنتكلم عليه الويلد فيكس، عاوز يتحط مع كل ويلد فيكس ايه انسب طريقه ان احنا نكتشف بيها هذا الايه العيب. طيب لو قلبنا السلايد هتلاقي برضو بقيه الطرق انسبكشن ميثودز اللي هي الراديوجرافيك والالترا سونيك. تعال نتكلم على واحده واحده بسرعه. الفيجوال انسبكشن، الفيجوال انسبكشن يعني ايه؟ معناها الفحص البصري. هنا الفحص البصري خد بالك انا مقسمه لك الى 3 مراحل، بيفور وديورينج وافتر. بيفور يعني ايه بيفور؟ يعني قبل ما اعمل عمليه اللحام، اخد بال سعادتك، لازم اتاكد من الحاجات دي. اولا ان انا بستخدم الكترود صح. يعني ايه الكترود صح؟ يعني المقاس بتاعه صح. يعني ايه المقاس بتاعه؟ يعني القطر بتاعه صح. ما استخدمش الكترود رفيع وانا عندي لحام سميك،
ما استخدمش الالكترود القطر بتاعه كبير والقوس الكهربائي بتاعي ضعيف، اخد بال سعادتك، ما استخدمش الكترود قطر بتاعه كبير وانا بلحم حاجات رفيعه، دي اول حاجه. اذا دي مهمه جدا، لازم كمان يكون السترينس بتاع الالكترود بتاع الماتيريال بتاع الميتال بتاع الالكترود يكون يساوي او اعلى من السترينس بتاع الحاجات اللي انا هلحمها ببعضيها. طيب حاجه تانية الكرنت بتاع الكهرباء. تالت حاجه الالايننج، يعني انا لما هاجي الحم حاجتين مع بعض لازم اظبطهم تمام هندسيا، يعني وضعهم بالنسبه لبعض، والا هتلحم وتلاقي الحاجات معوجه وتلاقيها لا تؤدي الغرض اللي انت لحمت من اجله. بعد كده رايت بريبريشن، هل انت شلت البينس والتراب والحاجات دي؟ هل انت ظبطت الدنيا عندك؟ هل اتخذت كل الاحتياطات اللازمه بتاعه البيز ماتيريالز ميتلز؟ طيب دي اول حاجه، وطبعا السيفتي والعامل الصح والكلام ده كله. اثناء عمليه اللحام يبقى لازم يكون الفني بيعمل عمليه اللحام بتكنيك صح، يعني يكون طبعا برضو معلوماتك ان الفني اللحام دول كاتيجورايزد، يعني لهم امتحانات وبيبقوا متخصصين وبياخدوا شهادات، وعلى حسب درجة اللحام بياخد الشهادة بتاعته، وبرضو بيكون ايه مرتبة او مصنعيته، يعني مرتبة، يعني بيشتغل في شركات كبيرة، يعني في منهم بيشتغل لحام تحت المياه، مثلا لو جينا بنتكلم على شركات البترول شركات السفن والحاجات دي. بالنسبة لشركات المنشآت المعدنية، في المنشآت البسيطة اللي هي ورشة سوبر ماركت بتاع دي، ما يعني مش قضية، انما احنا بنتكلم على المالتي ستوري بيلدينج، وبنتكلم على الحاجات اللي هي ايه فنية. اذا لابد ان يكون اللحام الموجود معانا يكون محترف، يعني اخد بالك، وده تلاقيهم كتير في شركات البترول تحديدا زي بتروجيت وغيره يعني. طيب بعد عملية اللحام برضو بيبقى فيه فيجوال انسبكشن، كل ده احنا بنتكلم على فيجوال انسبكشن. بعد عملية اللحام ايه اللي يهمني؟ اول حاجة يهمني السايز، يعني انا موجود عندي في اللوحة ان اللحام ده 6 ملي، ما جيش الاقيه 4 ملي، ما جيش الاقيه 5 ملي. اذا انا عاوز اللحام بعد ما يتم يكون مطابق للمقاس اللي موجود في اللوحة. تاني حاجة شكل اللحام، شكل اللحام موجود عندي في اللوحة كونفكس يبقى كونفكس وهكذا، يعني اخد بالك على حسب شكل اللحام اللي موجود. طول اللحام المفروض ان طول اللحام يكون عندي 300 ملي، يبقى الاقيه في الطبيعة 300 ملي، ما لاقوش 280، ما لاقوش 250، ما يكونش ظاهر عليه شروخ، ما يكونش فيه شروخ كراكس، ما يكونش فيه سلاج. السلاج ده اللي هي الطبقة بتاعت الفراكس اللي بتتجمد، يعني لازم بعد كل عملية لحام يكون الراجل بايه بالازمير والمطرقة ويشيل منها طبقة الايه الاسلاك، ما يحصلش فيها اندر كات. طب ايه هي الاندر كات؟ ده الاندر كات ده من الويلد فيكس، ده اللي احنا هنعرفه زمايلنا هيعرفوه لنا بعد ما يعملوا لنا برزنتيشن، ما يكونش فيه ايه بروزيتي. يبقى دي اول طريقة من طرق الكشف عن اللحام اللي هو فيجوال انسبكشن، وده كشف ايه رخيص شوية. تاني طريقة من طرق الكشف عن اللحام اللي هي الداي بنتريت تيست. ايه بقى الداي بنتريت تيست؟ اللي انت شايفه في الصوره ده الحام، تمام كده، وبعدين بقوم حاطط عليه بودره، البودره دي ببخها يعني يا اما بسبراي، اخد بالك انت، يا اما بترش حاجه عليها. البودره دي ممكن تبقى بودره ملونه وممكن تبقى فلوريسنت، ممكن تبقى فلوريسنت. طيب ممتاز جدا، زي ما انت شايف بتيجي في الاماكن اللي فيها كراكس والاماكن اللي فيها عيوب، بتقوم ايه عاملة علامات، بتديك علامات بتبين لك ان المنطقة دي فيها ايه، فيها عيب اللي هو بتاع الايه الكراك او الشرخ، او يعني بتقرب لك ظهور الكراكس عن الفيجوال انسبكشن. طيب شوف الطريقة اللي بعد كده اللي هي ماجنتيك بارتيكل انسبكشن. الماجنتيك بارتيكل انسبكشن دي عباره عن حتتين بلحمهم مع بعض، وبعد ما بتتم عمليه اللحام يبقى خد بالك، معلش، بعد ما بتتم عمليه اللحام بقوم رشش بودره حديد وبوصلها بالتيار الكهربائي. التيار الكهربائي بيحولها الى ماجنتيك فيلد، بيعمل عندي ماجنتيك فيلد. الماجنتيك فيلد ده بيتشكل على حسب
الحديد اللي موجود لقطبين. لكن لو انا عندي فراغ او شرخ او حاجة، بتلاقي ان ده بينفر منه البودرة بتاعت الحديد او الميتاليك، فبيبين لي فين اماكن الشروخ اللي ايه اللي موجودة. يبقى دي اول طريقة احنا بنتكلم عليها، بتبين لي عيوب اللحام اللي موجودة جوه اللحام. انما طريقة الداي بينيتريت او طريقة الفيجوال انسبكشن، كل دول بيورينه العيوب الظاهرية، انما دي بتوريني العيوب الايه الداخليه. طيب لو قلبت السلايد تاني، هلاقي طريقه اسمها الالتراسونيك انسبكشن. الالتراسونيك انسبكشن دي عباره عن ايه؟ دي بالظبط زي الالتراسونيك اللي احنا بنعملها لما بنروح نعمل اشعه على البطن او في اي مكان اخر. بتيجي بتاخد منطقه اللحام وبتحط عليها جل، وبعدين بتجيب حاجه اسمها بروب، زي الراجل بيمسكها ويحطها على البطن. البروب دي بس بتبقى صغيره كده، وبيمشيه على منطقة اللحام. طبعا الجل ده علشان يملى الفراغ اللي ما بين البروب وما بين الحديد او اللحام اللي انت بتمشي عليه. القصة كلها البروب دي مقسومة حتتين، حتة بتطلع الترا ساوند ويفز، تمام، والالترا ساوند ويفز بتفضل ماشية وبعدين بترد اول ما بتلاقي فراغ. اول ما بتلاقي فراغ بتقوم ردة تاني، فلما بترد تاني الانتنستي بتاعت اللون بتاعت يعني اللون اللي بيظهر لك على الشاشة بيختلف على حسب المشوار اللي بتمشيه الويف اللي هي موجودة. وبالتالي لو انا عندي تخانة مثلا 10 ملي، وبعدين ماشي بالبروب بداية، وبعدين جاء عندي شرخ على عمق 5 ملي، هتلاقيها ردت على طول، هتديك لون تاني اللي هي هتعمل لي الوان زي ما انت شايف كده، وهتبين لك الشروخ زي ما انت شايف بالمثلثات اللي هي موجودة عندك دي. طيب في الحقيقة دي بتستخدم في الشركات اللي هي متقدمة شوية، يعني اخد بالك. طيب نيجي نبص الطريقة اللي بعد كده، راديوجرافيك انسبكشن. راديوجرافيك انسبكشن دي عاملة زي الاكس راي بالظبط، كأنك بتاخد حتة عظمة وفيها كسر وبتصورها وبتطلع لك اماكن الشروخ، ولكن دي غالية شوية، من اغلى الانواع اللي هي بتاعت الايه طرق الانسبكشن. يعني في كمان طريقة مش موجود لها صورة هنا، اللي هي الجاما راي افكت. الجاما راي دي بتاخد، بيبقى فيه عنصر نووي موجود في علبة، والعنصر النووي ده بيطلع اشعة، والاشعه دي بتوصل عن طريق بروب برضو زي الالترا ساوند كده، وبتبعت موجه وبترجع، ولكن دي بتبقى خطورتها انها في التخلص في الاخر من العنصر النووي اللي موجود. احنا كنا عملنا رحلات قبل كده لمصانع بتاعت منشآت معدنيه، يعني احنا شفنا الالترا ساوند ده، وشفنا الجاما راي، وشفنا طبعا فيجوال انسبكشن، وحاجات كتير. ان شاء الله بامر الله تعملوا رحله السنه دي لاحدى الشركات يعني، وتشوفوا طرق الانسبكشن المختلفه بتاعه اللحام، وطرق اساسا طرق اللحام المختلفه اللي موجوده في الشركه. طبعا كل ما بتكون الشركه كبيره، كل ما بتلاقي فيها طرق اكبر واكتر، وهتلاقي فيها طرق فحص اللحام. انما الشركات الصغيره ممكن ما تلاقيش فيها طرق فحص اللحام خالص. وفي الحقيقه ان سعر طن الحديد في التصنيع، توريد وتصنيع، بيختلف على حسب ايه. يبقى الحديد هو الحديد، والتصنيع ثابت تقريبا، وبعدين التفنيش انه بيتاخد وبيتعمل له ساند بلاست وبيتدهن، والقصه دي طبعا الدهانات دي قصة تانية، انها بتغير في سعر الطن بتاع الحديد. كمان الكشف على اللحام، بعض المنشآت وليست كل المنشآت، زي المنشآت البترولية، زي حفرات البترول مثلا. حفرات البترول في العقود بتاعتها بيبقى يشترط ان احنا هنعمل فحص على 50% من اطوال اللحام، على 30% من اطوال اللحام. ده بيعمل تكلفة عالية جدا على سعر الطن، بيغلي سعر الطن بطريقة عالية جدا، لان انت بتضطر تعمل كشف على 30% من اطوال اللحام على حسب النسبة اللي هتحدد في العقد اللي بيتم بيه اللي ما بين الشركة وما بين المصنع، و
وبعد كده اللحام وطريقة الكشف كمان على اللحام بتحدد، بتغير في السعر، لان لما بتلاقي عيوب بيتحدد برضو من ضمن العقد، ان لو حصل كان في عيب قد كده بيتم التكسير في هذا المكان وبتعدل اللحام تاني او بتترفض القطعة دي، ودي احنا شفناها في الحقيقة.